يقام معرض صيني دولي لتجارة الخدمات لهذا العام في الفترة الممتدة من يوم 12 حتى 16 من شهر سبتمبر في مركز مؤتمرات وطني صيني ومجمع شوغان، حيث يركز المعرض على موضوع الخدمات العالمية وازدهار المشترك، ويسلط الضوء على المجالات الرئيسية بما فيها خدمات اتصالات وكمبيوتر والمعلومات والخدمات المالية والخدمات الثقافية والسياحية والخدمات التعليمية والخدمات الريادية وخدمات سلسلة توليد والعمل وخدمات استشارات الهندسية والبناء وخدمات الصحة والصرف الصحي والخدمات البيئية. وتشارك أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية في المعرض، بما في ذلك 13 جهة منها البرتغال ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقيم معارض مستقلة خارج الإنترنت لأول مرة. علاوة على ذلك، شاركت أكثر من 450 شركة مدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 500 والشركات الرائدة في الصناعات المختلفة. والجدير بالذكر أن فرنسا هي ضيف شرف لهذا العام، حيث تم إنشاء جناح وطني خاص للاحتفال بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا. وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة الدول العربية لنشر ثقافتها وأماكنها السياحية الشهيرة ولترويج منتجاتها الحرفية المميزة. نتشرف بالمشاركة في هذا المعرض المهم والهام من حيث الترويج للسياحة المغربية والثقافة المغربية، فكما ترون المغرب سفارة المملكة ببكين تساهم دائما في المشاركة وتشارك بفعالية في هذا المعرض الهام، ونتطلع أن يقوم الزوار الصينيون بزيارة رواق المغرب والتعرف على المنتجات المغربية وإعطائهم لمحة ولو قصيرة عن الثقافة المغربية وعن المغرب بشكل عام. هناك يعني تبادل ثقافي بين جميع الدول، ونحن سعيدون جدا أن نكون ضمن هذا الحدث، خاصة يعني في ظل تنظيم الصين للسيفتيس هذه السنة، يعني ونحن بالفعل سعيدون جدا هنا. كما تعلمين، العلاقة التجارية بين سوريا والصين ليست بشيء جديد، وإنما كانت موجودة منذ القدم من أيام طريق الحرير، ومنذ ذلك الوقت والعلاقة التجارية بين سوريا والصين مهمة جدا بالنسبة للبضائع السورية المتواجدة هنا في الصين. نحن موجودون هنا اليوم في هذا المعرض بمنتجاتنا السورية، وهي منتجات طبيعية 100%. يعد معرض صيني دولي لتجارة الخدمات أول منصة عرض دولية شاملة في العالم تركز على تجارة الخدمات، وتم تنظيمه بنجاح على مدار 10 دورات سابقة، مستقطبا أكثر من 900 ألف مشارك وعارض من 197 دولة ومنطقة، مما شكل منصة هامة لتعميق التعاون الدولي واتخاذ زخم جديد في التنمية الاقتصادية الصينية والعالمية. يركز معرض الصيني الدولي لتجارة الخدمات لهذا العام على التكنولوجيا الفائقة، حيث تم كشف عن سلسلة من التقنيات الحديثة والإنجازات المتقدمة، ولا تساهم هذه الإنجازات العلمية والتكنولوجية في تحسين جودة وكفاءة تجارة الخدمات فحسب، بل تجلب أيضا مزيدا من الراحة والتسهيلات لحياة عموم الناس. 刘兆，CGTN،北京。